أنا آسفة، آسفة إني أخاف عليك. أنتِ آسفة على شو؟ آسفة إنك بتخافي علي؟ خايفة علي من بكرتين حمص؟ خايفة على أي شيء؟ إذا مش راضي تستوعبي إني أنا مريض في السرطان، بس أنا يعني أنا ممكن أقدلك المعلومة، أنا واحد مريض بالسرطان وباخذ كيماوي لسه، هاي ولا إشي. اليوم اللي بتمناه من ربي وبهرب فيه من المستشفى بترجعيني عشان تذكريني إنه أنا مريض سرطان. أنت واحد بتكذبي تعبانه أكثر مني. إذا مش قادر تعيش مع واحد مع سرطان وعايش بالسرطان، أنا ما بدي إياك. خافي علي؟ هي خاف عليك لأن أنا مالي غيرك بهالدنيا. طب بتخافي علي؟ كان خفتي على حالك، خفتي على نفسك. أنا لأنه أنا وأنت واحد، كان خفتي على نفسك. نفسي؟ روحي؟ أنت روحي محمود، روحي تعبانة، تعبت وايد، صرت أشوف الواقع، واقع كله ألم تعب. هذا الصج ما تقدر تنحاش منه. شنو تبيني أسوي؟ أنتي متى راح تفهمي؟ متى راح تستوعبي إنك أنتي الميزان في حياتي؟ إذا اختل أنا بكون ولا إيش، أنا ليش قاعد بأخذ كيماوي؟ ليش بتعالج؟ مش دي كل شيء؟ لا كل شيء، والله العظيم كل شيء. ما بدي أشوفك تعبانه مشان الله. ودري لو ادري انك كذي بتعصب كان من زمان غصبتك تروح المستشفى. انا ما بدي اسمع هذا الكلام. بدي اسمع اشي ثاني احسن من هيك. طيب اسمع ابو الشباب. أنا موجودة، لا تخاف. أحبك. أبتريك.
أموت فيك أموت فيك أموت فيك. اسمعني، إيش رأيك؟ أول شيء سامحتني؟ سامحتني؟ لا أنت بتسامحيني أنت. سامحيني سامحيني النمرض سامحيني. سامحيني النمرض سامحيني. خلاص يلا مش شو 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 شو